حالة جدل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي امتدت إلى غرف السياسة ومكاتب المحامين، وذلك على إثر عرض فيلم أصحاب ولا أعز بسبب تعديه على القيم العربية حسب آراء معارضيه. اللافت للأمر أن الانتقادات تخطت العمل السينمائي بشكل فني إلى أبطاله بشكل شخصي، وانقسمت الآراء ما بين مؤيد يرى أن الفن رسالة يجب أن تناقش كل الموضوعات بأية طريقة، ومعارض يعتقد أن الفيلم غير مناسب للثقافة العربية بسبب ألفاظه النابية، هكذا يرى. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء قبل أن يذهبوا بعيدا بهواتفهم التي تصبح متاحة للجميع عبر الرد على المكالمات وقراءة الرسائل بصوت مرتفع، لتكشف الأسرار وتبدأ معها العلاقات في الانهيار. الفيلم الذي دفع عنه كثيرون خاصة من المشتغلين بالحقل الفني وانتقده أيضا كثيرون هو النسخة 19 من الفيلم الإيطالي Perfect Strangers الذي عرض لأول مرة في العام 2016. وبدخول أصحاب ولا أعز مع غيره من هذه النوعية من الأفلام إلى قفص الاتهام، يبقى الحكم فقط إلى الجمهور.